يا صباح الخير، صباح الأنوار، صباح المحبة والصفاء الأحلى وأغلى. مستمعين ديالنا في ما كنتوا، صباح الخير عليكم مغاربة العالم الجالية العربية، الناس اللي في البيوت ديالهم والناس اللي في العمل ديالهم. كنقول لكم صباح الخير عليكم ومرحبا بكم في ما كنتوا. صباح الخير عمر حيباري في تصوير حلقة اليوم، صباح الخير عماد البصري في الإخراج، وصباح الخير خولة الشاه أخصائية التغذية. صباح الخير خولة. صباح النور زهراء، لاباس عليك؟ الحمد لله. وانت؟ مرحبا بك. الله يبارك فيك. كي درتي مع شي صهد؟ قتلنا. كاين صهد بزاف. الحمد لله. الحمد لله. الحاجة اللي كتجي في وقتها ما كتلامش ياك. اكزاكتومون. الصيف هذا الحمد لله كاين صهد. الحمد لله. فاحنا خولة دائما كتكوني معنا كنتكلموا على التغذية وأهمية التغذية باش نحافظوا على الصحة ديالنا، على وكنوعيو بزاف المستمعين وكنعطيو اشارات للمستمعين والمشاهدين ديالنا. فاحنا في الصيف كنحتاجوا بزاف ديال الاملاح المعدنيه وبزاف ديال الفيتامينات. فاحنا اليوم غادي نتكلموا على التغذيه في الصيف. غادي نتكلموا كاينين فواكه كثيره اللي كناخذوهم دابا، غادي نتكلموا على طريقه الغسل ديالهم، غادي نتكلموا على شنو ممكن اننا ناخذو الماء، الاحتياج ديالنا للماء فكننساوه بزاف. بزاف الحوايج غادي نتكلموا اليوم، غادي نعطيو مع المستمعين ديالنا الرسولين وشي حوايج اللي نبعدوا عليهم، خصوصا اننا في هاد الايام سمعنا بزاف الناس اللي كانوا حتى توفوا بسبب التسممات. فعلا هادشي بسبب شي حوايج اللي خاصنا نحذو معاهم وتينا نهضروا عليه اليوم. اول نقطه اللي غادي نتكلموا عليها، حنا دابا كاين الجو سخون، الجو حار، محتاجين فيتامينات ومحتاجين املاح المعدنيه. نفسروا كيفاش محتاجين هاد الفيتامينات وعلاش محتاجين. طري بيان. الوغ هاد الفيتامينات والاملاح المعدنيه الجسم ديالنا كيحتاجهم على طول السنه، ماشي غير في الصيف. ولكن خاصنا نعرفوا بلي في الصيف كاين عندنا واحد الحاجه اللي كتزاد اللي هي كنعرقوا. وي فاش كنعرقوا كنخويو الماء عن طريق الجلد ديالنا، عن طريق التنفس ديالنا، التبول ديالنا، مي سورتو كنعرقوا اكثر. لو فيت كاننا كنعرقوا كيخلي على ان الجسم ديالنا كيخوي بزاف المعادن عن طريق العرق. داكشي علاش مثلا الناس اللي كيترينيو ايتترا على طول العام عندهم شي حوايج خاصهم ياخذوهم بزايد باش يريكوبيريو هذاك المعادن اللي كيخرجوا ليهم مع الماء. هذه النقطه الاولى. حاجه ثانيه هو انه واخا الصيف خاصنا نقويو المناعه ديالنا. سان في با دير ان الصيف ما كاينش البرد، اذا المناعه ماشي مشكله، ما غاديش يضربني البرد، راه ما غاديش نمرض، راه ما غاديش يجيني العيا، راه ما غايجينيش لي كورباتور. بالعكس الجسم ديالنا غادي يحتاج اكثر الفيتامينات والمعادن باش يقدر يفونكسيوني، باش تقدر تسافر، باش تقدر يكون عندك الجهد ودوز لي فاكونس ديالك. الوغ شنو خاصنا نقولوا على هاد المعادن والفيتامينات؟ كنلقاوهم في الماكله بشكل عام. الماكله ديالنا كلها واضح فيها، غير هو النوع ديالو كيتبدل من اليمون لاليمون، ولكن كنلقاوهم بشكل اكثر في في الخضر، في الفواكه، في لي زولياجينوس بحال اللوز، القرقاع، ايتترا. هادشي كنهضر عن الناس اللي كلشي لاباس عليهم، عندهم حتى مشكل صحي، غير باغين ياكلوا مزيان في الوقيته ديال الصيف. خاصنا نعرفوا بلي عندنا واحد الفيتامينات واللي هي هيدروسوليبل اللي كعزيز عليها الماء، دونك هي اللي كتقدر تخرج لنا مع العرق ديالنا. وعندنا فيتامينات اللي هي ليبوسوليبل اللي عزيز عليها الشحمه، بحال لا فيتامين دي. كيقول لك الا كنت بزاف المستمعين سورتو المستمعات يكونوا خداو مره في حياتهم لا فيتامين دي كمكمل غذائي، ديما الطبيب ولا الاخصائي كيقول لهم يديروه مع شي حاجه، مع خبز وفرماج، مع شي حاجه دهنيه. علاش؟ باش يقدر الجسم ديالنا يتمتص بشكل احسن. الوغ باش كيف ما قلنا، دونك هادشي كامل كاينين في الفواكه، كاين في الخضر، الفواكه، اللحوم، حتى هما كاينين شي لحوم اللي كاينين دي فيتامين بحال مثلا لا بي 12 اللي كتلقاها غير في اللحوم، ما كتلقاهاش في النباتات. دونك هادشي غنهضروا على التنويع ديال هاد الفيتامينات والمعادن كاملين. هادشي علاش حنا محتاجين اننا ناكلوا صحي ومتنوع وديال لا سيزون، ماشي تاكل الدلاح في فيفري والبطيخ في جانفي. سي با نهضروا على الدلاح. حنا كنشوفوا الدلاح خرج من شهر 6 تقريبا، في الاول ديال شهر 6 شفنا الدلاح كاين. من قبل كاين شي مناطق اللي كنتي كتلقاهم قبل. وحنا دائما كتنصحوا كاخصائيين ديال التغذيه ناكلوا الفواكه في الموسم ديالها. ديما في الموسم ديال الخضر والفواكه الموسميه. نعم بزاف الناس فاش كنقول لهم هاد القضيه كيقول لي ولا راه كلشي ولا بحال اللي كتلقاها هنا، راه كلشي وجيم كلشي. لا واخا هكاك كاينين شي حوايج اللي
مصيبين اللي سبحان الله كاين بزاف الخضر والفواكه اللي هما خاصهم يتكونسوموا في الوقيتات الموسميه حيتاش في ديك الوقيته كينفعوا. مثلا البسباس لي زارتيش هادشي الدلاح البطيخ اتسيتيرا اللي غنيين بالماء، هادو شنو كيديروا؟ كيعاونوا الجسم ديالنا على انه ينقص لا ريتونسيون دو الاحتباس الماء اللي كيجينا في الجسم. علاش؟ الا خديتيهم دخلتيهم في لي زابيتود اليمونتير ديالك كيعاونوك على انك تخوي هذاك الماء اللي كيتحبس بسبب الحراره. دونك كاينين بزاف الحوايج اللي كيخليوك على انك تختار خضر وفواكه الموسميه باش الجسم ديالك يستافد منهم بشكل كثير. طيب الدلاح كنقولوا الدلاح طبيعي وكنقولوا اننا ناكلوه في الموسم ديالو، شحال خاصنا ناكلوا في الدلاح؟ حيت حنا كنشوفوا مزيان سؤال بحلو. الوغ هادشي سي فالابل بزاف لي فخوي، ولكن الدلاح عندنا الحق فيه بشكل اكثر. علاش؟ حيتاش هو غني كثير بالماء وفيه الالياف اتسيتيرا، ولكن نقدروا ناخذوا فيه شويه زايد. اون بيرسون ادولت نورمال صحيحه لاباس عليها وكل شيء مزيان عندها ما بين 250 حتى 350 غرام ديال الدلاح، اللي هو ليكيفالون ماكسيموم ديال ثلاثه طريفات مقادين. ثلاثه طريفات بلا لابارتي ديال الخضره زعما غير مقطع. ثلاثه طريفات مقادين اللي غادي يبردوا العطش ويبردوا الصهد اكثر من هكا. ماشي دلاح قصكت، ماشي دلاح. حنا حيت الدلاح الا خدينا خاصنا هذاك النهار حتى تسالي النهار في نهارها، نهار في نهارها، ماشي نهار في نهارها نجمعوا عليها نجمعوا عليها زعما. ولكن باش تاخذ نص دلاحه في جلسه واحده ولا نص بطيخه في جلسه، نو سي بوكو زعما. راه فيه السكر كمان، ماشي ما فيهش السكر، غني بالماء. مرض السكري نو كنهضر معاهم كنقولها لهم طريف صغير من بعد ياخذوه من بعد طرف الخبز ديال الشعير ولا شي حاجه باش ما يطلعش لهم السكر. ماشي ما فيها بس مره الشهوه. ودابا في الصيف كيبرد سورتو لكن لا جايد اكزاكتومون. دونك ما فيها بس، غير هو ماشي فليكسي، هذا هو المشكل. كم واضح دائما اي حاجه ناكلوها من حقنا حنا كنتشهاو ناكلوها، ولكن ناكلوها بعقلانيه اكزاكتومون. نحضروا الوعي الصحي في الاكل ديالنا اكزاكتومون. ونوع كلشي كرموس كذلك، كرموس الهنديه ولا كرموس الاخر الهنديه مالو وي لكن سواء كنشوفوا الناس بزاف ياكلوه فوائد فيه غني بالمنافع، غني بالفيتامينات، غني بالمعادن. ولكن عاوتاني غنرجع لكم نفس الموضوع، ماشي فليكسي، ماشي غادي تمشي وغادي تاخذها شي عند مول الكروسات الكرموز ولا مول وغتقول لي عطيني خمسه وغتاخذ خمسه ورا وحده ولا الاخرى. من بعد نفس الشخص غادي يتشكى، ما عرفتش مالي ضراني كرشي، ما عرفتش مالو جاني القبط. كاين بزاف من الناس اللي كيفطروا به، كيفطروا بالكرموز. الوغ يحترم ولكن باش تبدا به نهارك ما كننصحش. من بعد فطورك ما بين فطورك وغداك على الراس والعين ماشي مشكل، ولكن تبدا به نهارك يقدر يلعب لك على البيك ديال الانسولين ديالك في النهار، هو اللي غادي يقدر يحل لك الشهيه من بعد اللي غتخليك انك تاكل اكثر من القياس، غير حيتاش كليتيه في الوقت اللي ماشي خاصك تاخذو فيه. دونك من بعد الفطور سون سوسي، قبل الفطور مشكل. واضح. دونك ميركرموس اون سوا غني بالفيتامينات، غني بالمعادن. دوك الحجر الناس اللي فيهم القبط اللي فيهم الاسهال ايتترا سي اون اكسيلونت اوبسيون ناتوريل باش يجمع لهم كرشهم، ولكن عاوتاني ماشي في الفليكسي. واضح. هي سؤال بالنسبه للناس اللي كيكونوا دايرين واحد النظام غذائي صحي، واحد الريجيم، وكيقول لك انا ماشي مشكل انا ناكل غير الفواكه. لا انا ماشي مشكل انا الخبز ربعت منه ولكن ناكل الفواكه النهار كامل، تاخذ غير الفواكه. كاين بزاف كيديروا هاد القضيه كي ديتوكس، نهار ناكل التفاح، نهار ناكل البطيخ، نهار وكيضعف. اوكي كيف ما قلتها غادي يضعفوا ديال بصح، مي غادي يمرضوا جوست ابخي. خاصكم تعرفوا باللي الفواكه ما غاديش تجيب لنا كاع داكشي اللي الجسم ديالنا محتاجه. الفواكه ما فيهاش البروتينات اللي غتعطينا الجهد وغادي تشبعنا وغادي تخلي لنا الميسكل ديالنا يبقى في بلاصتو. كاينين شي حوايج كيف ما قلت لك قبيله ما كنلقاوهمش، كنلقاوهم غير في لي سورس، غير في البروتينات الحيوانيه بحال فيتامين بي 12. دونك نو هاد القضيه ديال تكمل الريجيم، دير غير نظام غذائي غير بلي فخوي بوندون واحد المده ديال الوقت غادي يضعفك، ولكن يقدر يبين لك شي حوايج اللي جد خطيره وتقدر تاديك لان الكبده ديالك ما تفهمش باسكو كتبقى تخدي السكر بزاف، البنكرياس ديالك في نفس الشيء. دونك هادشي يقدر يشكل خطر على الناس. واضح. هادشي بما اننا كنتكلموا على التغذيه فهادو الحويجات اللي خاصنا نشيروا لهم والمستمعين ديالنا، وكيف ما قلتي ضروري نشربوا الماء حيت الماء كنساوه بزاف بزاف بزاف. الوغ وي بزاف ديال الناس قلتها بزاف المرات هاد النقطه، بزاف ديال الناس خصوصا الناس الكبار
في الوقت تاع الصيف كيمشيو لي زورجونس، ماشي على قبل السكر، ماشي على قبل الكلاوي، ماشي على قبل لا ديزيدراتاسيون، حيتاش ما يشربوش الماء. الناس الكبار، الناس الكبار ما كيبقاش عندهم داك الاحساس ديال العطش، الشيء اللي كيخليهم انهم ما يتفكروش الماء، ما يتفكرش فورسيمون انه يشرب الماء. نفس والناس من غير الناس الكبارين كاين لي جون ايتترا، الدراري الصغار غادي يخرج غادي يمشي يلعب كره، غادي يمشي يجري، غادي يمشي يدير سبور، غادي يمشي للبحر، ما درتيش كاسكيطه ايتترا، فورسيمون ما غاديش يجيك العطش فمك ايتترا، ولكن الجسم ديالك راه اللي في اون الارم، راه فيه العطش، راه خاصك تعطيه، ما حدك كتعرق، ما حد الشمس ضربه فيك، خاصك تشرب. كيف ما كنقول ديما، ما عمرك ما تشرب حتى يجيك العطش، الا شربتي حتى جاك العطش في النيفو ديال الفم ديالك، عرف باللي سي تخوطا هذيك الوقيته، سي كل الجسم ديالك راه نشف وصيفط لك ان ابل باش تعتقو وتشرب. دونك وحاجه اخرى، الماء كيعاونك بزاف في تصفيف السيستم ديال الديجستيف ديالك، المرور المعوي ديالك كيعاونك فيه، لا في القبض لا في الاسهال، لا غير الا كان زعما دي دولور ولا دي غاز ولا دي بالودمون عندك في الكرش ديالك. دونك الماء كيعاون في كاع لي فونكسيون، في كاع الخدمات ديال الجسم ديالنا عنده دور. دونك كتعرق كاين الصهد، شرب الماء بشكل اكثر. بزاف الناس كيقول لك راني شربت اترو اترو ونص ديالي، لا اترو ونص سي لو مينيموم اللي خاصك تشرب، هي القليله اللي خاصك تشرب ماشي الماكسيموم. عاد كتزيد عليها على حسب النهار، واش ترينيتي، واش هضرتي بزاف، واش خدمتي، واش كان الصهد، عاد ديك الساعه اون دوغمونت او فيغ اميزور باش نضاري في حياتنا. الماء هو الحياه. كتكتب. واضح. طيب غادي نمشيو غادي نعطيو واحد النقط شرنا ليهم، بما اننا تكلمنا على التغذيه والتغذيه اهميه التغذيه، فغادي نمشيو نشوفوا بزاف الناس اللي خصوصا حنا كنعرفوا دابا الناس مسافرين، كاين اللي شاد الطريق فكنقولوا ليه الله يوصلك على خير، واكيد ناخذوا الحيطه والحذر ديالنا. وكاين الناس اللي كنمشيو كيف ما قلت شحال من مره اننا بزاف العائلات ما كتبقاش باغي طيب، كناكلوا اي حاجه، كنمشيو نشوفوا البلايص، كنبغيو ناكلوا برا، كنبغيو نستمتعوا بالعطله ديالنا، الا انه بعض المرات كنتفاجئوا اننا كناكلوا شي حاجه اللي ما لايقاش ما لايقاش ولا كتضربنا. راه كيف ما هضرتي قبيله، راه ماتوا الناس بسبب تسمم غذائي. الناس الشيء اللي خاصهم يعرفوا هو انه عندنا البكتيريا اللي كتسممنا، عزيز عليها الصهد، عزيز عليها الماء، لوميديتي، وعزيز عليها السكر، زعما شي حاجه اللي غتعطيها الطاقه. في الصيف كيتجمعوا هادو كاملين، كتجمع الصهد، كاين الماء، كاين كلشي هادشي، دونك ديكو كيخليها لانها كتكاثر بشكل اكثر. حاجه اخرى اللي بزاف الناس ما عارفينهاش، هي كاين واحد هادي بروفيت سيونتيفيكمون، بزاف الناس كيف ما كانوا كيف ما كان نمط العيش ديالهم، كانوا مولفين على انهم يخدموا المدرسه ايتترا، عندهم واحد لو ريتم دو في مقاد. في الوقت اللي كيسافروا بها فيها هذاك اليومين الاولى المناعه كتهبط. علاش؟ حيتاش عندنا واحد الغدد لي سيغ رينال اللي عندنا فوق لي غان ديالنا، فوق الكلي ديالنا، كانوا خدامين بستريس، هما اللي كيخدموا الكورتيزول لادرينالين، هما اللي كيعاونوا الجسم ديالنا. في ديك الوقيته حتى تبدل عليهم الريتم، كان موالف السيد ولا السيده كتفيق مع السبعه، دو جوغ لوندما كتفيق حتى ل 11. دونك كيتبدلوا بزاف الاشياء، هرمون هرمونالمون بارلون في الجسم ديالنا، اللي كيخليو على ان الجسم كيغياجي. دونك المناعه كتهبط، كتولي واحد جوج ثلاثه دغيا كتمرض. اي اون بلوس مشيتي خديتي في شي محل اللي ما عارفش انت داك الماكله ديالو كي دايره، واش النظافه كاينه، واش ليجين كاينه، واش محترمين القوانين، غادي تزاد عليك، تقدر نفس الحاجه كليتيها في حاله اوغ فاكونس ما تضركش، ولكن غير حيتاش في هذيك الوقيته كنتي في المناعه ديالك كانت هابط، اجي غادي ناخذوا لي في غادي يبان في البلاصه ساعتين من بعد، ثلاثه سوايع من بعد. حاجه اخرى خاص الناس يعرفوها، هي ان تسمم غذائي ماشي خديتي الصباح غادي يبان في الليل ولا بد، تسمم غذائي يقدر يبان عندك في الساعه اللي من بعد، كما يقدر يبان عندك في خمس ايام اللي من بعد. دونك عندك خمس ايام كامله اللي تقدر تبان فيها التسمم الغذائي. بزاف كيخلطوا شي مع شي، كيقول نو بانت فيه ثلاث ايام من بعد، مي غادي يصبها في الفلاح اللي خدم على 12. سي با دو تو سا، خاصك دير الكيستيونير وتسول راسك شنو هي الحاجه اللي خديت اللي ما مولفش ليا ناخذها. حاجه اخرى مالوغوزمون كاين دابا الطياب، كنلقاو بزاف الحوايج مصنعه بحال لي صوص ايتترا اللي اكسبوزين. هذوك لي صوص يسوفي انهم تضرب فيهم الشمس ولا يكون الصهد، اللي مانيبيلاهم يديه ما مغسولاش ولا باش يكونتامينيو. لي صوص اللي مصيبين على باز دو بيض، البيض البيض فيه واحد الى خسر كتكون فيه واحد لاباكتيري اللي سميتها لا سالمونيل. سالمونيلا، هاد لا سالمونيل الا جاتك هي اللي كدير لك السالمه، كتسمعوها السالمه ديك السخانه الخايبه اللي الله يحفظ، يلا فيفر تيفويد، لا فيفر تيفويد
تقدر تقتل بزاف ديال الناس قبل ما وصلوا حنا كاع للجهاز المعوي. دونك عافاكم فاش تمشيو تاخذوا في دي ريستوران ولا تمشيو نتوما في عطله عرفوا راسكم فين غادي تاخذوا. شوفوا ما فيها باس ضبط الله تشوف الكوزينه كيفاش دايره باسكو جينيرالمون عندك فين تطل غير شوف سول سول الناس مي ما تاخذش شي حاجه غير حيتاش كاين بنادم عامر فيها بزاف وي. ولا ربما بعض المرات نشوفوا غير حنا نمشيو للحوايج اللي ساهلين نبعدوا من اي حاجه اللي تقدر تضرنا ربما ناكلوا غير الحوت مشوي مثلا مزيانه شي حاجه طيبه على الفخر شي حاجه طيبه مشويه مزيان اما ما تاخذ ليها مقلي ولا ساندويتش ولا شوا ولا ان تاكوس ولا ان برغر ولا شي حاجه اللي فيها دي صوص اللي وما طيباش وما طيباش وي طيب حتى هو بزاف كياخذوا كيقول كنطيب اللحم ولا شي حاجه غناخذوا ما يكونش طيب مزيان ان بو سينيون لا هادشي ما كيسلكش في الصيف الصيف كلشي يكون طيب مزيان لا في داركم راه في ديورنا ما كنهضرش غير على لي ريستوران في ديورنا وخاصنا نحضيو ما حسك عند في ان ريستوران اللي عنده 70 واحد كيتسناه باش يوجد الماكله غير حطينا في الكوزينه وكنا كنصايبو سالاد وحطينا مطيشه وخليناها برا واحد شويه كنحسوا بها انها كتبدا ترطب وكترطب وكتفرق الماء ديالها بخصوص كونسيتي كبيره دار لك تصيب توجد زعما وغسيل باردون الغسيل ديال هاد المطيشه ايتسيتيرا خاصنا ناكدوا عليه الوغ في اترو الماء عندك معلقه صغيره ديال البيكربونات دو سود ما كاينش جافيل ما كاينش الخل هادشي كامل جافيل اللي توكسيك ما غيضرك والخل راه ما غاديش ينفع الخل يقدر يعاون سوبرفيسيلمون من الفوق يعاونك ولكن ما غاديش يل با نيتوايي هذيك الخضره وهذيك الفاكهه اللي عندك دونك في اترو الماء معلقه صغيره ديال البيكربونات دو سود كتحرك كدير فيها الخضر والفواكه ديالك ما تفوتش 15 دقيقه وهي مرقده غتسالي غتشللها وغادي تمسح جو سيك سي بروسيسوس كيشد اليد ولكن هذه احسن طريقه باش تحافظ على الخضره ديالك وعلى الفواكه ديالك نشفهم مزيان ديرهم في الثلاجه اللي غدير في الثلاجه ديرها اللي كتبقى على الاكستيريور خليها على الاكستيريور صحتنا كيف ما دائما كنقولوها تاج راسنا حافظوا عليها نحضروا قبل راه نعاودها مره اخرى وغادي نقول قبل غير 2019 لدابا كنا كنخافوا من كورونا كنا كنقولوا التباعد وكنا كنقولوا لا ما خصنيش نمشي للريستورون ونشرب من الكاس اللي شرب منه شحال من واحد فدابا نسيناها ومسحنا هذيك الفتره من بالنا ولما كنطيحوا في التسمم ولا كنواجهوا بحال هكا ديال الامراض وكنفقدوا ناس عزازين الينا وغاليين الينا باشياء بسيطه هنا كنقولوا خاصنا نحضروا مع ماكلتنا خاصنا نشوفوا شنو كناكل ونحترموا الجسم ديالنا دونك وي خاصنا ونحافظوا على وليداتنا بالخصوص اللي شنو كنعطيوهم ماشي مشكل تقول لولدك لا الا قلتي لولدك لا راه ما غاديش يبقاش يبغيك راه ولدك ما غادي اوبي غيبكي ماشي مشكل الله ما يبكي ولا يدوز الله يحفظ ان سواغي في لاكلينيك غير حيت هضراتو كرشو ولا كنشوف واحد الملاحظه كان دابا كاينين بزاف العائلات كنتجمعوا بالليل وكنسهروا بالليل والنمط ديال العيش ديالنا كيف ما قلتي كيتغير بالزربه فكنسهروا بزاف كنجيبوا شيبس كنجيبوا هذيك البطاطا زريعه شيبس مشكله كبيره خصنا نديروا عليها حلقه ان شاء الله خاوله وغادي نتكلموا عليها وغادي نعطيو بزاف النصائح ونخافوا على راسنا ونخافوا على صحتنا وشكرا لك خاوله الشه اخي سعيد زهره شرفتيني ونورتيني والوقت مشى معك بالزربه اكيد سيتي فرصه قادمه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بك الله يبارك شكرا لك خوله احنا تيلي بلس تميز ومصداقيه